في عناوين النشرة: السلاح الإيراني يقسم نواب الأمة. السياسة الدفاعية هي بإيد مجلس الوزراء وبإيد الدولة اللبنانية. المسألة مش من وين بتجيب سلاح، المسألة إنه المهم يكون عندك سلاح. مصطفى علوش تلميذ المستقبل. صار بدك شهادة فلسفي بالسياسة لتفهم شو عم بيصير؟ العكس تماماً، بدك قلة فهم بالسياسة حتى تقدر تفهم شو اللي عم يصير. بري يثير مسألة البلوك التاسع مع إيطاليا قبل نقله إلى فرنسا. كان في من الضروري أنه نحذر الشركات، من بيناتهم شركة إني وغيرها من الشركات، وهذا الموضوع رح أثيره أنا بفرنسا مع الرئيس الفرنسي أيضاً. بيان حكومة إلى العمل سالك وآمن. إلى المزيد من التضامن الحكومي وعدم التلهي بجدل سياسي، لأنه لا يمكن أن نكون متفقين على كل شيء بالسياسة. سوزان الحاج والاستخبارات السعودية في المحكمة العسكرية. أقرت المقدم الحاج بأنه تم إطلاعه على مضمون هذا الكتاب أثناء التحقيق معه لأول مرة. وفي ترندز: جبران والنسوان في الامتحان. وفي فن الخبر: ماي سبيريت. أنا رسمت يلي عم بيطلع مني. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة الثامنة بعد قليل.